اليوم تعلمنا دعاء جميلا، سنحفظه لندعو الله به: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب. آمين. آمين. سنلون هذا الدعاء ونحفظه حسنا يا أطفال. حسنا. أحسنتم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله، أحسنتم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.